اليوم استلمنا شهادتنا من الليث ميديا. موضوع الورشة التدريبية كان حول توظيف السوشيال ميديا بتسويق المشاريع الصغيرة، وما شاء الله كتير استفدنا كتير، كانت معلومات حلوة وقيمة، وعرفت كتير شغلات كنت أفتقدها ما كنت أعرفها من قبل أكيد، واللي رح تساعدني كتير بشغلي إن شاء الله بشكل خاص. كتير فادتنا هذه الدورة، كيف نطور من شغلنا، من ذاتنا، كيف نتواصل مع الأشخاص ونروج لأعمالنا. كتير استفدنا منها، هي مفيدة كتير لأي حدا بيبدأ مشروع أو حتى عنده مشروع، للمشاريع الكبيرة والصغيرة عبر التسويق عبر السوشيال ميديا. طبعا كتير استفدنا منها في التسويق لمنتجات، في تسويق أنفسنا، وبشجع الجميع يجي يحضر هيك دورات. Today I was at a Leith Media for a social media event for a workshop, and I learned some basic knowledge on social media and how to mix between my career and who I am as a person on a social media page. It was at a social media course and I learned a lot, and I advise everyone to participate in this course.